لمزيد من المتابعة ينضم إلي من أبو ظبي الأستاذ نبيل حداد، رئيس مركز التعايش الديني في الأردن الأب تحديدا. يعني لو نتحدث حول الأهمية الاستراتيجية لاستضافة أبو ظبي لهذا المؤتمر وفي هذا التوقيت تحديدا، سعادة الأب نبيل حداد. يا سيدي، أسعد الله أوقاتكم وأحييكم تحية عربية مسيحية إسلامية في هذا اليوم التاريخي. نحن هنا في هذه المناسبة التي تلتقي فيها الإرادات الطيبة. بالأمس البارحة يصل هذا الحاج الأبيض قداسة البابا فرانسيس، يصل إلى ديرة زايد تلبية لدعوة من أهلها، من حكامها، من سمو الشيخ محمد بن زايد. يأتي قداسة البابا تلبية لهذه الدعوة، دعوة القيادة السياسية، تلتقي قيادتان مسيحية وإسلامية، قداسة البابا وسماحة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر. تلتقي إرادة طيبة أصلها وأساسها أننا سئمنا ما شهدناه في هذه المنطقة العربية، في منطقتنا، ما شهدناه من تطرف، من كراهية، من إرهاب، من عنف، ورأينا كيف يمكن للقرار السياسي، للإرادة السياسية أن تلتقي مع القيم الدينية في قمة سميت قمة الأخوة الإنسانية. نعم. ولا أجمل ما أجمل أن يجتمع الإخوة معا. نحن في مرحلة تتطلب منا أن نقلب الصفحة الماضي حيث كان الجهل، حيث كانت الكراهية، وهكذا تتبدى لنا طيب قيمة هذا التلاقي. سعادة الأب نبيل، أريد أن أسألك، مدينة أبو ظبي. نعم. سعادة الأب نبيل حداد، أريد أن أسألك تحديدا في ماذا تمثله منارة أبو ظبي لاستقبالها هذا المؤتمر كمنارة للوطن العربي وكقدوة يمكن أن تقتدي بها كل الدول حتى تكون منارة للتسامح؟ يا سيدي، أقول وبصراحة وبأمانة، أنا أتشرف للمرة الأولى بزيارة هذه المدينة. صدقني أنني سعيد بما رأيت، وسعيد بهذه الأجواء التي تعكس روحية طيبة. الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي، تتجلى فيها اليوم هذه الصدقية في طرح موضوع مهم هو الأخوة الإنسانية. قداسة البابا يأتي إلى هنا. اسمح لي أن أقول، أنا آت من عمان التي تحب أبو ظبي، آتي إلى عمان التي شهدت وعرفت أهمية استقبال باباوات. إحنا استقبلنا في عمان 4 باباوات. نعم. استقبلنا البابا فرانسيس في 2014. هنا في هذه المنطقة هناك زيارة تاريخية. علينا جميعا أن نقول أن هذه المبادرة التي قام بها سمو الشيخ محمد بن زايد بدعوة بابا الفاتيكان إلى هذه الديرة، تؤكد على أن هناك خط جديد، خاصة طيب بالنسبة للدول التي السؤال الأخير سعادة الأب نبيل حداد هو السؤال الأخير هو غدا الثلاثاء سيقام قداس يتوقع أن يحضره أكثر من 135,000 شخص. ما هي الرسالة التي تنطلق من هذا القداس الذي سيقام ويحضره أكثر من 135,000 شخص؟ سيدي، القداس هو صلاة دينية يحتفل بها قداسة البابا مع حشد هذا الحشد الكبير. هذا القداس سيكون لأول مرة على أرض أبو ظبي. هذا يقول بأن هذه بلد أمان وبلد وئام وبلد أخوة وبلد تسامح. يتم هذا القداس يعقد بهذا الحشد الكبير من الناس
المتلهفين لهذه الصلاة التي تعكس ليس فقط إيمانا وعبادة لله تعالى على أهميتها، بل أيضا معها أيضا تؤكد على أن الناس منفتحون على فكرة أن يتلاقى الإخوة معا، أن يصلي المسيحي بهذا العدد على أرض التسامح على أرض أبوظبي. نعم. هو شهادة صادقة روحية نظيفة أمينة تقول بوركت هذه الأرض وبورك قادتها وبورك كل فعل خير وبوركت الإرادات الصالحة. نتمنى أن نرى مثل هذه المبادرات في دول أخرى تعاني من الإرهاب، تعاني من الكراهية. ليس فقط أن نحن علينا أن نحارب الإرهاب بالقوة العسكرية وبالقوة الأمنية على أهمية ذلك، بل أن نسعى إلى دحض حقيقة الإرهاب وكشفه وتعريته من خلال محبتنا لبعضنا البعض. المسيحيون والمسلمون يا سيدي، نعم، عليهم مسؤولية في هذا العالم، في هذه البشرية. احنا نشكل كمسيحيين ومسلمين نشكل اكثر من ثلث سكان هذه المعمورة. علينا مسؤولية، ومن هنا من ابو ظبي نقول بوركت بلد التسامح، بوركت ديرة زايد، هذه سنة التسامح، ولعلنا نرى سنوات أخرى كلها تكون تسامح ومحبة انطلاقا من هذه الزيارة التاريخية. أشكرك سعادة الأب نبيل حداد، رئيس مركز التعايش الديني في الأردن، كنت معي.